بالاستخارة. قال الإمام الجواد عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إن خيرتك فيما أستخيرك فيه تنيل الرغائب وتجزل المواهب وتغنم المطالب وتطيب المكاسب وتهدي إلى أجمل المذاهب وتسوق إلى أحمد العواقب وتقي مخوف النوائب. اللهم إني أستخيرك فيما عزم رأيي علي وقادني عقلي إليه، سهل اللهم منه ما توعر ويسر منه ما تعسر، واكفني فيه المهم وادفع عني كل ملم، واجعل ربي عواقبه غنما وخوفه سلما وبعده قربا وجدبه خصبا.